اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الإنجيل اللي سمعناه ده كلام المسيح لولاده، بس أنا هقراه تاني مش هعلق كتير. الكلام ده بيتقال لينا بس، مش للعالم، ده لولاده، لأنه كلام صعب خالص بس حلو قوي. عمركش شفت ولد اتولد ابن ملك غني جدا وعنده الملكوت، وبعدين الناس اللي بره تقول ايه ده من ساعه ما اتولد وهو كده غني وعنده الملك، وبعدين تلقى تصرفاته غير تصرفات ولاد الشارع. ايوه، ما هو ابن الملك، وبعدين ايه الغنى ده؟ وش معنى انا مش عندي؟ ما ده ابن الملك كده، رب يعني حظه كده. انت ابن الملك ده، انت اللي عندك كل الغنى ده، انت المطالب بانك تتصرف زي ولاد الملك. يعني اعمل ايه؟ حبوا اعدائكم. استحالة، ما اعرفش اعملها. ده بتاع الشارع، بتاع الشارع ما يعرفش يعملها طبعا، لكن انت وانا ده نعملها بالطبيعه. يعني انا مثلا الولاد الشارع ما عندهمش لبس حلو، ابن الملك من يوم ما بيتولد افخم لبس، ما هو ابن الملك مولود في بيت الملك لازم يلبس احسن لبس ولازم يقول احسن كلام. ده انا وانت، ليه؟ لانه احنا مولودين منه. وبعدين لما يطلب مثلا من ابن الملك المولود يتكلم بلغة أولاد الملوك، ما هو متربي فيها. ما أقدرش أعيب على ابن الشارع لما لغته لغة الشارع، لكن اللوم والعيب، كل العيب إنه يبقى ابن الملك المولود في بيته لغته لغة الشارع، عيبة ويتساءل عليها. احنا اخذنا البنوة وروح الله ساكن فينا. اسمع بيقول لك انت المطلوب منك ايه، ولازم اوعى تستكبر الكلام ده، لانه احنا مطالبين بيه. والمسيح لما طلبوا مننا عارف امكانياتنا، لما يقول لك احبوا اعدائكم، اياك واحد فينا يقول ما اقدرش، حيلمنا المسيح، هيقول لك لا تقدر، لانه انا غفرت الاعداء. تقول له انت ابن الله، يقول لك وانت ابني، يقول له انت كان فيك الروح القدس، يقول له وانت كمان فيك الروح القدس. بولس الرسول قال ايه، كلمه تندهش منها، قال تمثلوا بالله. انا قعدت الكلمه دي تدوق. طب قول لو قدرته، لا بالامر، خليكم زي الله. طب بالراحه، زي الله، كاولاد احباء. طب الله ده، اسالك سؤال، ايه احسن حاجه في الله؟ يعني انا اقول لك من غير ما افكر، انا بالنسبه لي احسن حاجه في الله لما اشوفه يقول لي مغفوره لك خطاياك. وانا ده اللي نفسي في الله تبقى موجوده فيه، وهي موجوده، انه لما اشوفه اقول له ارجوك سامحني اغفر لي. وانا عاوز اكتر من كده ايه من الله؟ عشان كده بولس الرسول بيقول تمثلوا بالله في ايه؟ اغفر خطايا للناس. وبعدين جه المسيح بصوت الله يقول ايه؟ ان غفرتم للناس اغفر لك. طب ما ايه رايك في دي؟ هقرا الانجيل لانه ما فيش كلام اجمل منه، بس حبيت بالمقدمه دي عشان لما كل كلمة أراها تقول دي بتاعتي، دي أنا اللي مولود في بيت الملك لازم أعملها وعندي الإمكانية إني أعملها. أحبوا أعداءكم، احسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل الذين يضطهدونكم.
من لطمك على خدك فحول له الآخر، من أخذ رداءك فلا تمنعه أن يأخذ ثوبك أيضا، كل من سألك اعطيه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلهم أنتم بهم هكذا أيضا. إن أحببتم الذين يحبونكم فما هو أجركم؟ الخطاة يحب من يحبه، وإن صنعتم الخير مع الذين يحسنون إليكم فما هو فضلكم؟ الخطاة أيضا يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فما هو فضلكم؟ الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يأخذوا منهم العوض. طب إحنا نعمل إيه؟ أحبوا أعداءكم، احسنوا إليهم، اعطوا وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيم وتكونوا بني العلي، فإنه صالح على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. قد إيه أنا حبقى رحيم زي الله؟ طب ده الله ده كثير الرحمة، مش أقل من كده. وبعدين شفتوا الأمر، كونوا رحماء، ما فيش محاولة، على قد ما تقدر. لا مش على ده بالأمر. طب قد إيه أبقى رحيم يعني زي الله؟ حد يقدر بعد النهاردة يقول صعبة؟ عمرك شفت تاني أمير اتولد طلع شكل الملك أبوه؟ ما راح يطلع شكل مين؟ ما هو مولود منه زي ما حكيت في الأول، غني، لبسه، كلامه، وشه، شكله، ما هو مولود منه. كونوا رحماء، نقصانا كتير بينا وبين بعض. قد إيه أبقى رحيم زي الله؟ لا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يحكم عليكم. خليكم طيبين، أمي يبقى الله طيب علينا. اغفروا يغفر لكم، اعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم، والمجد لله دائما أبديا. أمين.